عودي نحن وياكم لأحلى جلسة. جمانة حداد بجريدة النهار، أنا بقرأ لك على طول، بتعرفي قديش نحن متابعك وبنقرأ لك. كتبت شغلي مهضومة مع الوزير من كم يوم، كتبت إنه كل يوم في قلق لما تقوم الصبح وتشرب هالناس كافيه، بتعيش بقلق إنه لحتى تروح على الطرقات وكيف تروح وتلاقي الجوار وتلاقي الشغل وتلاقي الناس كيف يتعبد. بترجع بتدور التلفزيون بترجع كمان. لا لحظة، بتدور التلفزيون 3:30 اه اوكي بس نظبط عشان نظبط كل شيء، مش الا هيك نشرات الاخبار. تقصد نشرات الاخبار كل شيء بنلاقي كمان بعده الشواز ماشي لهلا؟ طبعا يعني بعتقد انه نحن من سيء الى أسوأ. انا ماني من الاشخاص يلي متفائلين، لانه بحس انه التفاؤل طرف ما فينا نتحمله بقى. نحن اللبنانيه لازم نواجه الاشياء بشكل يعني مباشر وواضح. ما في شيء، ما في سبب للتفاؤل. هلا على كل حال رح نكون بشايف حالك، نحكي عن التفاؤل اكثر والتشاؤم مع الوزير. كيفك بالوجبات؟ يعني بتضيع اذا رحت على محلات بالادريس؟ ذكرتني خبريت انه ضيع، رحت مره على عرس وفت على الكنيسه، ضيعت بالكنيسه بدي اقول، رحت على غير كنيسه، فت على العرس والناس بعرفهم طلعوا، يعني هن بيعرفوا، بعرف العروس. لا قديم الخبريه، بعرف العروس، فتت العريس مش هذا هو، قعدت شي ربع ساعه بالعرس، بعدين انتبهت انه لا في شي غلط بال، رجعت لحقت ثاني عرس. ليال هيدي هي اي لان في كذا انواع ضحكه، هي وحده سوبر سوبرانو هاي ولا انت ناسي؟ كم ضحكت انت ناسي؟ بس كنت عم بتقلد، بس كنت عم تعمل مسرحيتي وان شو من ستاند اب كوميدي مسرحيتي، عملت فورير له اول ما قالوا اخر، انا بس تفتح معي بط فيه وقف ضحكتي عاليه سوبرانو. لازم يدفعوكي ضريبه عليه، حطوا الضحكه بالضحكه بالاعلان، كل الاعلان حاطط ضحكتها بس انه هيدي الضحكه. استبروا رسمت شي مره كاريكاتير لزياد بارود، او كم مره رسمت كاريكاتير لزياد بارود؟ اول شيء قبل ما نبلش نقول خفيني اقدم له لوحه بيفتكر بحبها كثير. هي له؟ هيدا انا بعد 40 سنه. لا لا ولا بعد 40 سنه، لا ما بصير، ما خليت لانه لا مع كمان مع اهداء هيدي حبيبي عزيزه جدا، شكرا. هيدي قليله عليك مع الوزير، خلينا نشوفها شوي. سافروا عادة السياسيين شو بيحبوا انك ترسم كاريكاتير ولا بيعذبوك؟ لا لا عادة بحبوا، اوقات بس تلتقي بكوكتيلات بمطاري هيك اجتماعية بيقولوا بلتقي بنواب ووزراء وكذا، بيقولوا شباك نسيني؟ لو شباك ما عم قلت له عمول شيء لحتى ما اعمل لك شيء. ما بيعمل شيء، قلت له اعمل لك شيء منيح، اعمل شيء لنعمل لك شيء، لا اعمل لك شيء. عرفت كيف؟ بيعاتبوك انه شو بك صار لك زمان طلقنا يعني وينك؟ كاريكاتير هيدا هي بس كاريكاتير، بس في كاريكاتير كثير لزياد بارود رح نشوفهم وياك. كاريكاتير اللي عم شوفهم لزياد عملهم سافرو هول بريشة سافرو جبرة، عم شوف عدد الناخبين بلبنان، كمان بالفرنسي عم شوف كاتب لزياد بارود من الكاريكاتير يلي شفناهم لستافرو. هيدي شو الانماء الاصلاح؟ اذا مفكرين يا جماعه بدهم يحروا ويفجروا البلد من جديد، البارود بارود منه كبش محرقه، كل واحد بخل بالامن. هو الانتخابات انتيبيوتيك سال دوبيراسيون. الصور يلي شفناهم هون الكاريكاتير، بس هيدي راحت عليك الاسانسير رايحه. بس هلا بدي اشوفها شو هي؟ ليش شلتوها بسرعه؟ من عادي من عادي، هيدي حريق كاليفورنيا، ما زال عم نحكي عن الحريق. وزاد عددهم يا زياد ل 10452، ما كان احسن واريح. بس هالقد بدك زياد؟ اسمع توني استبروا أهمية كاريكاتير اللي بيعملها سقفته سياسية، مش بس الريشة الحلوة، الريشة الحلوة بس كمان في سقفة سياسية. واسمحوا لي وأنا أكيد هو بيوافقني كمان نوجه تحية لبيير صادق بهالمناسبة كمان، اللي بنحبه كثير. أنت ما خسرت، بدخلك أبدا، أنت شايف حالك. سافروا استبروا الكاميرا يلي هي رفيقتك الدايمة وانت بيروت يلي بتحبها، كيف رفقناك؟ كيف سلطنا الضوء عليك بهالكاميرا، عدسة الكاميرا يلي بتصور فيها ببيروت؟ نشوف بها ريبورتاج.
اول شيء ابن بيروت ابن ميلة الحسن وبعرفها بيروت زروب وزروب دكان دكان وحي حي بعرفها يعني ما بقدر اعيش اذا ما بنزل كل يوم على اسواق بيروت يعني عندي بيروت قبل الحرب وقت الحرب وهلا كل يوم بنزل اول شيء بنزل بعمل سبور بعمل جوجينج بالداون تاون بحبها كثير ما بروح غير مطرح ثاني شيء الكاميرا على طول مع رفيقتي ما بقدر اصور اشياء يعني امشي اذا ما معي كاميرا رفيقتي الدايمه كاميرا معي وهيدا بحب طبيعتي ما انا اصلا ريبورتر يعني كنت ريبورتر بعده مجلات وعده صحف عالميه وكذا هلا متفضل الكاريكاتير اكثر من الفوتو بس الفوتو هي الهوبي تبعيتي اليوم بسميها هوبي لو كنت انسيان بروفيسيونيل بس بعد اليوم الهوبي الكاميرا ما بتنزل من ايدي ابدا بس ارسم بقشع كاني فوتوغراف برسمتي بتقولي مش معقول باخذ الانجل تبعيتي الوايد انجل باخذها بالرسمه بتلاقيها وبالصوره بتلاقي فيها الامور فيها الكاريكاتير الفوتو انسوليد نسميها اللي انا مشهور فيها الفوتو انسوليد بتلاقيها واو بتعملي واو اذا ما فيها امور الصوره ما بصورها بدي يكون فيها روح النكتي او روح السخريه اللقطه الفريده من نوعها نسميها ما بحب الناتيور مورت ما بحب صور اشياء ميته بصور هلا اكثر شيء حياتي اليوميه ببيروت يعني من كل انواعها كل انواع الصور الموجوده من بورتريات لفوتو انسوليت لحتى السياسه بالبرلمان بيكونوا ظاهرين بكون ناطرون بلقطات فريده من نوعها يعني مش صور كلاسيكيه يعني لا صور فيها سؤال نسميها عودي معكم لأحلى إن شاء الله استبروا شو خلاص خلوه حطوا له ريبورتاج ساعة ونص ليال أنت معروفة بجرأتك على التلفزيون كيف بهالجرأة من هالجرأة بتختاري ملابسك الداخلية ولا ولا وش السؤال توني 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 تسأل جارة لا تعال كيف عم تحكي عن ملابس داخلية على التلفزيون؟ ما أنا لا رحت بسؤال شطيت على غير إنه جرأتي معك خبر إنه كتير في عالم بيخلطوا بيخلطوا بين الجرأة بيشوفوك على الطريق إذا مثلا أخذ دور لا سمح الله مثلا بنت شو اسمه؟ إيه شو اسمه لا سمح الله؟ تعمل أشياء مش مهذبة بالحياة مش كتير مهذبة وبتاخد عم قبيلة مصاري بتاخد من قبيلة مصاري ما عرفت إذا أخذت هيك دور العالم في عالم معقول افتكروها هي هيك بالحياة مرة رحت على سيرة اللانجوري عم بشتري كنت يعني وحدة واحد ده لا وحده وين صبروا لك صبروا يعني من فوق ومن تحت من تحت من فوق ومن تحت وين فاتن فرجيني لا مش هلا صبروا ما شاء الله لا عن جد شو خليك رحت فتت على محل بيجوني اجت الباندوس كمان كنا كتير معروفين بوقتها يا اهلا يا اهلا بيشوف فيي اخذنيك ثاقبت قبل بجمعه كنت اخذي احد هالادوار انا في مرة واقفة عم بتنقي لانجوري عملت هيك على الفوتة بعد ما عملت شيء انا البونجور عملت لي على البونجور ما اخذت وعطيت انا في شيء وصلت عم بنقي شفت والله هيك انسامبل لونه ازرق حلو كتير بس رقيق نتفة يعني الحبلة الحبلة تبعيته كتير يعني الحبلة قد ما رقيقة ما فيك تنشر عليها شيء ما فيك تنشر ما بيهدى عليها شيء خيط لك يعني مش حبلة أبدا قلت لها للفاندوز قلت لها دخلي حلوين كتير هول بس مش رقيقة شوي هالقماشة هديك المرة تاري ما عش فيها مش طايقتني على الفوطة قلت لها اللي بيعمل عمالك على التلفزيون بيستحي يلبس هيك اشياء شكرا
قلت لها أنا مدام عمايلي يعني مش عاملي أنا. قلت لي هاي دول الأشياء اللي بتصير مدري شو تعاملي إنه هيدي تبع الأدوار تقبضي مصاري إيه 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 ورقاصة أو هول الأشياء. قلت لها والله يا مدام نهار اللي بتشوفيني لابسة هول وعم برقص على الأوتوستراد فيون ساعتها احكيني هذا الحكي. بس مش بس مش ورا من خلال الأدوار اللي بكده. إيفون قالوا لنا إيفون هاشم قالوا لنا إنه عندك طريقة بتشيل وجع الراس. في عندك طريقة بتشيل وجع الراس؟ شو؟ لا لا بتولع الحريقة بالأول وبعدين بيختنق الواحد وجعه. أنا معروف عني بين أصحابي ما بعرف هذا شيء كيف فيه بس إذا بتخبرني حيلا شيء حتى لو إنه سما موف اليوم بلك آه عن جد لأول وهلة عم صدق بعدين انتبه إنك عم تستلمني ومن صغر بقى وقتها كنا عمري 17 كنت بالترمينال يعني بتذكر وهي الخبرية صارت مع مخرج الفيديو كليب تبعي نحن ربيانين بذات المدرسة كنا قاعدين أول صف وأنا كتير عم يجعني راسي فبيتون كتير سريع قال لي إيفون إذا بتعلي هيك راسك وبتحط إيدك هيك عشر خمسة دقايق بيمشي له ببطل يخف وجع راسي بقى أنا عن جد قلت له وعملتها عليت راسي وخمسة دقايق هيك بس بعدين بفرم زيد وجع راس صف ورا كله على الأرض يعني وإيدها وجعتها صح لما لقيتها عمر صادق صحيح إنه في خبرية لما طلبت إيد مرتك للزواج؟ لا ما في خبرية كيف بده يكون عمر غير شيء كله بيكون في قصة إلا هو لا ما في كيف تعرف فيها؟ شو صار؟ لا ما خبرني في خبرني رح نعلق مع أهل أميون يعني مش قليل فريق الأعداد عم يشغلوا منيح الشغل عاملين الدوار مضبوط ما بعرف إذا مهضومة بس خبرية رحنا نطلب إيد جينيفر من بيا وقلت أنا شو الطريقة يعني كيف بدك تحكي؟ قلت أنا يعني خليك بال يعني رسميات إنه فرحنا بلا طول حديث رحنا قلنا له إبراهيم اسمه إبراهيم أنا جاي أطلب إيد جينيفر منك وبدي بركتك أنا لقيتها منيحة القصة هي بـ 2010-2009 طلع فيه هيك أنا كنت مستنظر كل شيء ما عدا دخلك بعد بيطلبوا إيد بهالطريقة هيك عمر بعد ما خلص إن شاء الله كنا عن حسن ظننا إن شاء الله كنا عن حسن ظننا حسيت حالي كتير دي مودي بس مش الحال بعد الإعلان المشاهدين في سرقة سيارة صارت مرة بإيطاليا ونحكى ما بعرف عن وزير الداخلية وزير زياد بارود فيها نشوف بعد الإعلان شو عم نحكي عن السرقة اللي صارت بإيطاليا